ومما عاصرته الفترة الانتقالية للحكم من الملك سعود رحمه الله للملك فيصل رحمه الله، حيث كلفه الملك فيصل بإدارة الاحتياطي من الذهب الذي كان عادة يكون موجودا لدى الملك ملك البلاد، كلفه الملك بإدارة ذلك، وكان أمينا ناصحا مخلصا أداره إدارة راقية جدا سرية، لدرجة أن بعض أو أغلب الذين يعملون معه لا يعرفون ما هذا الذي هو يعمل، ولا يعرفون لمن. وأنا ممن شارك بعد الجنيهات الذهبية، لأنني كنت أسكن عنده في بيته جوار التلفزيون، وهو أمة رجل شجاع أمين مخلصا لله ولوطنه ولملوكه. والأسرة المالكة تثق به ثقة منقطعة النظير، لأنه رجل كتوم لا يمكن أن يطلع أحدا على أي سرية عنده، ورجل شجاع وعلاقاته واسعة جداً.